في القديم قليل وين كنا نسمع أنه فيه شابة جزائرية ترتبط بأجنبي، لكن هذا الشيء اليوم أصبح كبيرة وفرصة لا تعوض، واللي عليها وعدد بعد ما كان الوالدين زمان يسمعوا من فم والدي أو شوف واستقلالية وفي اتخاذ عن الأبناء تجاه أبائهم تربية مبنية على الحداثة. شوف تيزولي أصبحت بعد ما كان الأولياء زمان صحيح عيد. على غرار الزواج من الجزائرية الذي يعتبر الشقاء، إذ باردون يا ماما عيد. كما قلتها من قبل، ما كانش عندنا الوسائل. بصح انايا كي يجوا في الصح، كي يجوا الوليد تاع راجلها نقدروا، كاين في عندها قالوا لهم ما فمات ما الانسان ال يا ماما عيد. يديروا محد الكموسات هكا. ايه دارتهم وداروا لها دارت لها يديروا سحور داروا رايهم وياه. واش قال لك؟ واش قال؟ تاخدي ان كور دون جوست باش تعرفت. معليش المهم ان كور دون تاخدي ان نعم ماكسيموم ما تقطعش يا ريم. تخرج ما نظنش انه فيه شيء اكثر من عزة النفس وانه الواحد يكون نفسه. طبعا طبعا لا 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 هيا قلها خرجي قام الله غيجي علاش عارت غير لي فاتيكي كو توا. نطلب منهم حاجه ما يديروش حاجه. نعم. النساء سامحوني تفضلي ما يديروش حاجه. تقدري تجاوبي معليش. ايه سبحان الله يا لطيف. الاثنين في الليل على الساعه 10 انت اللي تعلم كاين شي ناس صافي يقولوا خايف. هذه عليك قولها هذه قول راني مستحيه منك برك والله يوم يخير. يا سبحان الله استاذ نشكرك على تدخلك معنا القيم في هذا العدد وعلى كل تدخلاتك وارائك اللي تقدمت بها. لا شك عجب نشكركم انتم اللي استضفتوني عندكم و... شكرا جزيلا. واش قلت لك انا يا سبحان الله الذي يريد. ماشي انا انا نوض نخرج